أهلا بكم وفيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. رسميا النجم خالد أردلان اتفق مع منصة نتفليكس على مسلسل جديد بعنوان عشاق مجهولين. المسلسل درامي كوميدي وسيحكي عن الحب. المسلسل مكون من 8 حلقات ومن إخراج أمور ترغاي من أهم أعماله شهميران، وكتابة المسلسل لبشار بشران وإمري أزدور. من أهم أعمالهم حكاية بودروم، مسلسل القاع، ومسلسل عزيزة، ومسلسل على مشارف الليل. مسلسل تركي جديد بدأ تصويره وهو مسلسل رائحة الصندوق اللي بتقوم ببطولته النجمة أوزجي أوزبرانجي. مسلسل قصة درامية بتحكي عن صراع بين الأم وابنتها، واللي بتتقلب حياتهم رأسا على عقب بعد أن تضيع ابنتها التي تركتها عند أمها. المسلسل سوف يتم عرضه على قناة شو تي في. كتابة المسلسل ستكون لميليس وزينب، ومن أهم أعمالهم التفاحة الحرام أسميتها فريحة وشرب التوت. سرطاش أغلو بطلة مسلسل طائر الرفراف تحصل على أجر قياسي لإعلانها لماركة الديور للعناية بالبشرة مقابل 20 مليون ليرة تركي. مسلسل كم من السفن أحرقت سوف يبدأ تصويره يوم الأربعاء القادم. فريق عمل المسلسل اجتمعوا لقراءة السيناريو معا، وسوف يبدأ التصوير يوم الأربعاء القادم. المسلسل بطولة دينيس بايسر وديفريم أوزجان وأركان كوليتشيك. المسلسل سيحكي عن قصة ياسمين التي توفى زوجها وأصبحت تكافح للبقاء من أجل ابنتها، وبلدان التي هربت من زوجها المختل مع ابنتها زينب. وسوف تتقاطع طرق ياسمين وبلدان في مركز التسوق عندما تختفي ابنة ياسمين، وسوف يصبحان أصدقاء. كانال دي تقرر تغيير يوم عرض مسلسلها حجر الأمنيات من يوم الخميس إلى يوم الأربعاء اعتبارا من هذا الأسبوع. مسلسل بطولة صالح بادامجي وهزال سوباشي.